بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشكر الله أولا سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا بأن جمعنا في بيت من بيوته العامرة لنتدارس في مسائل العلم الشرعي. ثم لا بد لنا من شكر المنتدى الإسلامي وعلى رأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حفظه الله وجزاه الله خيرا، والإخوة القائمين على المنتدى الذين هيئوا لنا هذا اللقاء في عامه الثامن. وقد اختاروا لهذه الدورة عنوانا مشتقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فأعطي كل ذي حق حقه. والحق الأول قطعا وجزما هو لله سبحانه وتعالى، فهو أعلى الحقوق، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق القرآن العظيم وهو كلام الله الجليل سبحانه وتعالى. فهل نعرف حق القرآن علينا؟ إن الذي يدلنا على حق القرآن علينا قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة للكتاب وقراءته حق تلاوته تكون بأمور. الأمر الأول، بارك الله فيكم، أن نعتقد جازمين أن هذا المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، بل أكثر، 15 قرنا من الزمان، وأنه قد وصل إلينا بعد هذه القرون المتطاولة سليما كما أنزل، باللغة الأصلية لا بالترجمات. فالباء التي نطقها اليوم باء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باء، والعين عينا، والحاء حاء، وقس عليها بقية الحروف. وقد تمت المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم عبر هذه العصور المتطاولة من أن يطرأ عليها التغيير والتبديل من خلال علم جليل من علوم الشريعة الإسلامية. هذا العلم ابتكره علماؤنا، وهو عبارة عن قواعد من طبقها يستطيع أن يقرأ القرآن العظيم كما أنزل. وأنا عادة يطيب لي أن أسمي هذه القواعد التصوير الكتابي. التصوير الكتابي، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو هذه الآلات التي نراها أمامنا من آلات التصوير والتسجيل الدقيقة جدا والواضحة جدا، لكنا في غنى عن كل هذه الكتب التي تعلمنا تلاوة القرآن العظيم.
كان يكفينا أن نضع الشريط وننظر ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته بأبي وأمي هو. ولكن لما لم تكن هذه الأدوات متاحة في زمن النبوة فقد لجأ علماؤنا إلى شيء آخر، هو التعبير عن الصورة عن طريق الكتابة. ومن هنا نشأ ما يسمى بعلم التجويد النظري. النظري يعني القواعد المستنبطة من التلاوة النبوية. إلا أن هذا العلم النظري له جانب آخر تطبيقي عملي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن العظيم على قلبه الشريف بكيفية اسمها الوحي، الله أعلم بكنهها، لا يعرفها حق معرفتها إلا من عاناها. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منا، قال على قلبك ولم يقل على سمعك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة شديدة من نزول الوحي عليه بأبي وأمي. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عليك. ثم بعد أن كان يسر عنه ذلك الثقل من أثر الوحي، كان صلى الله عليه وسلم يعلم من حوله من الصحابة ما أنزل عليه من القرآن صوتيا، ويدعو من حضره من الكتبة. كان الكتبة في زمن النبوة قلائل، فيدعو من تيسر 3 4 5 7 بحسب المتاح، ويكتبون المقطع الذي نزل من القرآن بين يديه صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. وسنتعرض لهذا إن شاء الله قريبا بإذن الله. ثم كان سادتنا الصحابة يتلقون من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ويسمعون بآذانهم، يعني جهاز إرسال وجهاز استقبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بأبي وأمي بفمه الشريف، وساداتنا الصحابة يسمعون بإيه؟ بآذانهم، ويعيدون أمامه صلى الله عليه وسلم، كما حدث لهشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، لما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر، فقرأ فقال: هكذا أنزل. ويا لها من شهادة، ويا لها من، لم يقل له قراءتك صحيحة، بل قال له: هكذا أنزل، يعني منتهى التوثيق. هذه إجازة من أعلى أنواع الإجازات. اقرأ يا هشام ابن حكيم ابن حزام، فقرأ فقال: هكذا أنزل. وقال صلى الله عليه وسلم في مجالس أخرى: اقرأوا كما علمتم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقرئون من بعدهم وهو جيل التابعين كما تعلموا. الآن من حمل الأمانة؟ ساداتنا الصحابة لما حملوا القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوه للجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين، فصار الصحابة ينطقون بأفواههم والتابعون يسمعون بإيه؟ بآذانهم. ثم يعيدون التابعون والصحابة، إما أن يقروا وإما أن يصححوا. سكوت الشيخ إقرار، انتبهتوا كيف؟ يعني إذا واحد عم يقرأ على شيخ في قراءة والشيخ ساكت ومطرق ومتمعن للقراءة، سكوته إيه؟ إقرار. فإن كان ثمة خطأ صحح لذلك الطالب حتى تصير تلاوته مطابقة للمنقول. وهكذا ولله الحمد والمنة وصل القرآن من أذن إلى فم ومن فم إلى أذن، هكذا إلى عصرنا هذا، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة الكبرى، نعمة ما بعدها نعمة وليس لها نظير على وجه الأرض أبدا. لا كتاب سماوي ولا كتاب غير سماوي، ليس ثمة على ظهر الأرض كتاب ينقل صوتيا وكتابيا إلى من أنزل عليه إن كان سماويا، وإلى من ألفه إن كان كما نقل القرآن العظيم بالدقة المتناهية التي ما بعدها دقة. فهذا من حق القرآن العظيم علينا. ما قلنا حق الكتاب، حق القرآن، حقه أن نؤمن أنه من عند الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه كما أنزل، وأنه وصل إلينا سليما كما أنزل. بأي واسطة وصل؟ بهذا العلم الذي سندرس في هذه الدورة بإذن الله، إحدى كتبه
التي نظمت على شكل الشعر، لأن الشعر أرسخ في الذاكرة من النثر. ومن حق القرآن العظيم علينا بعد أن نتلوه كما أنزل أن نتمعن في معانيه والأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فليست المحافظة على الألفاظ مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو المحافظة على المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فلو تغير اللفظ لتغير المعنى. انظروا إلى هذا الكأس، أترون شكله؟ وانظروا إلى شكل الماء في داخل الكأس، كيف صار شكل الماء في داخل الكأس؟ تشكل بشكل الكأس. فالمعنى هو السائل واللفظ هو الكأس، وهكذا اللغة، كل اللغة من بابها إلى محرابها كما يقولون عبارة عن ألفاظ مرتبط بها معاني. إذا قلنا باب، باب هذا لفظ أنيط به معنى، وهو هذا الذي ترونه أمامكم، عبارة عن باب من مصراع أو مصراعين من الخشب، له ما يسمى بالمفصلات التي تفتحه وتغلقه، وله مغلاق، هذا اسمه باب، لفظة ومعنى. لو تغير اللفظ لقلنا بدل باب ناب، ناب صار هذا السن الذي في الفم، الأنياب الأربعة في الفم. إذن تغيير اللفظ يؤدي ماذا؟ تغيير المعنى. هل عرفتم يا شباب لماذا حرص علماؤنا القراء جزاهم الله عنا خيرا على المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم؟ لأنه بتحريفها يتحرف المعنى الذي أنيط بهذه اللفظة. انتبهت كيف؟ إذن ساداتنا القراء لهم فضل على الأمة الإسلامية كلها، لأنهم حفظوا على هذه الأمة كتاب ربهم. إذن الحق الثاني علينا بعد أن نتلو القرآن العظيم سليما كما أنزل أن نتمعن في المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، نحن المخاطبون. يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا، نحن المخاطبون. ثم بعد ذلك الحق الذي بعده أن نمتثل، يعني لا يكفي أن أعلم بأن الله عز وجل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم بعد ذلك لا أتقي الله وأكون مع الكاذبين، ما يكفي هذا. تبهنا، لابد من أن ننصبغ بصبغة القرآن، ننصبغ بالأوامر والنواهي التي أراد الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقوق القرآن العظيم علينا. فالحق الأول كما أسلفنا هو تلاوته كما أنزل، وهذا الذي سنكون فيه بمعيتكم إن شاء الله تعالى في هذه الدورة التجويدية التي نبدأها اليوم بإذن الله تعالى. علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا ألفوا في علم التجويد كتبا عديدة، وأصل علم التجويد يا إخوتي هو أبواب من كتب النحو والصرف. كان علماؤنا الأوائل لما ينتهون من أبواب الصرف وأبواب النحو، في آخر كتب النحو يذكرون مخارج الحروف العربية وصفات الحروف العربية، ويذكرون الهمس والتفشي وأحكام النون وأحكام الميم والاختلاس والروم والإشمام والقلقلة وهكذا في آخر كتب النحو. لو فتحتم كتاب سيبويه في النحو تجدون كل علم التجويد في الفصول الأخيرة منه. لكن لما اشتدت الحاجة إلى معرفة هذه الأبحاث لقارئ القرآن الكريم، استلت تلك الأبحاث من علم النحو والصرف وأفردت بالتأليف، تماما كما استل علم الفرائض من علم الفقه. عندنا في الشريعة الإسلامية علم ضخم اسمه علم الفقه الإسلامي، وهو شعبتان رئيستان، فقه العبادات وفقه المعاملات. ففي فقه المعاملات كتاب اسمه كتاب الفرائض، يذكر فيه إن مات الميت من يرثه من أقاربه، فهو باب من أبواب الفقه. لكن لما كثرت الحاجة إليه استل هذا الباب من علم الفقه وأفرد بالتأليف، فنشأ عندنا ما يسمى بإيه؟ بعلم الفرائض. هل عرفتم ما هو علم النحو؟ ما هو علم التجويد؟ باب من أبواب العربية يعرف فيه مخارج الحروف العربية،
وصفاتها التي ذكرها الأئمة، والتي من قرأ القرآن العظيم مطبقا لها قرأه سليما كما أنزل. ألف علماؤنا في التجويد كتبا نثرية، والأصل في التأليف أن يكون نثرا ما بين مطول ومختصر. وبعد ذلك بفترة بدأ علماؤنا يستعملون فنا من فنون العربية وهو فن الشعر. كانت العرب في الجاهلية تستعمله للمديح وللهجاء وللفخر وللحماسة وللغزل، فاستخدموا هذا العلم وهذه الأوزان العربية، استخدموها في إيه؟ في نظم العلوم. فنظموا في النحو، ونظموا في التوحيد، ونظموا في الفقه، ونظموا في التجويد، ونظموا في القراءات وغير ذلك من العلوم الشرعية، لأن الشعر كما أسلفت أرسخ في الذاكرة من النثر. من أعظم ما ألف في التجويد نظما وشعرا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام الدنيا في التجويد والقراءات محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثامن وبداية التاسع، توفي في العقد الرابع من القرن التاسع سنة 833. وهذه المنظومة كنت قد تشرفت بشرحها على هذا الكرسي في العام الماضي في الدورة السابعة، ولله الحمد والمنة على ذلك. وفي هذه السنة نستعين الله عز وجل في شرح منظومة غير منظومة الإمام ابن الجزري لإمام جاء بعده اسمه أحمد الطيبي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر، توفي سنة 75 بل 79 وتسعمائة. عندكم بالكتاب مكتوب غلط، مكتوب في الكتاب 969، ما هي؟ هو توفى 979، فالصفحة الأولى صفحة الغلاف عندكم مكتوب 969، فصححوها واجعلوها 979. هذا الإمام رحمه الله ألف منظومة في التجويد سماها المفيد في التجويد، وهذه المنظومة من بحر الرجز. وبحر الرجز هو بحر شعري عربي من أسهل البحور الشعرية على الإطلاق، لأن وزنه مستفعل 6 مرات، 3 في الشطر الأولى و3 في الشطر الثانية، مستفعل 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 مستفعل، هذا هو بحر الرجز. لذلك بيسموه العلماء حمار الشعراء، يعني أي حدا بده ينظم نظم سهل شو بينظم على أنه بحر على الرجز، يعني لأن ركبه سهل، يعني بخلاف البحور الأخرى قد تكون فيها شيء من الصعوبة. الرجز سهل، والإمام الطيبي رحمه الله آتاه الله عز وجل ملكة شعرية غريبة نادر أن تجتمع، وهي ما يسمى بالسهل الممتنع. يعني في أحيانا تقرأ شعر تجده معقد مركز يعني، لكن أن تقرأ شعرا وهو سهل لكن في نفس الوقت إن أردت أن تنظم على منواله تجد أن هذا الأمر إيه؟ صعب. فهذا شو بيسموه العلماء؟ السهل الممتنع. من المعاصرين من نظمه كذلك أستاذي وشيخي الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي حفظه الله تعالى، شيخ مصر في التجويد والقراءات، أطال الله عمره في عافية، وهو فوق 95 من عمره الآن. أيضا شعره من الشعر ما يسمى بالسهل الممتنع. هذه المنظومة المفيد دلني عليها أستاذي وشيخي سيدنا الشيخ عبد العزيز عيون السود أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص في بلاد الشام رحمه الله تعالى، وهو درة مشايخي. كان شيخنا معجبا جدا بهذه المنظومة، منظومة المفيد، بل إنه بدأ يحفظ منها وكنت أسمع له، يحفظ وكنت أسمع للشيخ، نعم، من شدة إعجابه بها، لكنها كانت مخطوطة ولم تكن مطبوعة. في بعض كتب التجويد متناثر هنا وهناك بعض الأبيات المجتزأة منها.
فبعد وفاة شيخنا رحمه الله يعني بقي في ذهني أن الشيخ رحمه الله كان يحب هذه المنظومة ويتمنى لو أنها خرجت للمسلمين، فتفضل الله تعالى علي وبحثت عن نسخها الخطية في المكتبات، فوجدت منها نسخة في دار الكتب الظاهرية بمدينة دمشق ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية في القاهرة المحروسة. فعلى هاتين النسختين تشرفت بتحقيق هذه المنظومة وأخرجتها للناس يمكن من ما أدري من يمكن 10 سنوات سابقا أو قريب من 10 سنوات. وفي هذه السنة أتشرف بأن أشرحها لإخواني على أنها كما أسلفت منذ قليل هي من السهل الممتنع، لكن قد لا تخلو من بعض الأبيات التي هي بحاجة إلى بيان. نرى على الشاشة، واضح عندكم الشاشة؟ أنا ما لي شايف. نعم، منظومة المفيد في التجويد من نظم الإمام المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي رحمه الله تعالى، وهو من علماء دمشق الشام رحمه الله. ولد سنة 1900 وتوفي سنة 79 و900 رحمه الله تعالى. تغيرت اللوحة أكيد. نعم، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل المؤلفين نظما أو نثرا لابد أن يبدأوا كلامهم بإيه؟ بالبسملة. والبسملة بوزن فعللة، هي كلمة منحوتة. تعرفوا شو يعني منحوتة؟ يعني بيكون عندي جملة، شو بيكون عندنا جملة، يأخذون من هنا حرفا ومن هنا حرفا فيشكلون كلمة جديدة. هذه الكلمة شو بيسموها؟ كلمة منحوتة. فيقولون البسملة أو بسملة فلان يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذ فلان شو يعني؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلا بيقولوا حوقل فلان شو يعني حوقل؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني استرجع فلان، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وقيسوا عليها بقية الأفعال الإيه؟ المنحوتة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي الباء طبعا حرف جر، واسم كلمة مشتقة. اختلف العلماء في من أين مشتقة كلمة اسم، فقال بعضهم مشتقة من وسم، وسم الشيء يعني وضع عليه علامة. فلأننا لما كما ذكرت منذ قليل إذا قلنا باب هذه اللفظة واسم على هذا الشكل الذي هو الباب المعروف، فقيل مشتقة من وسم بمعنى وضع عليه علامة، وقيل مشتقة من سموى، سموى بمعنى ارتفع. لأن الإنسان لما يسمي شيئا فيرفعه، مثلا لما قلت أنا باب، أنتم نظرتم إلى هذا الشكل وتركتم ما حوله من حائط ومن كتب ومن مصاحف ومن محراب، فإذا لما ذكر اسمه برز إلى الوجود. تبهنا كيف؟ فسمي، فقيل اسم مشتقة من سموى، وقيل مشتقة من وسمى. ما موضوع ما يهمنا كثيرا، المهم أن اسم جار ومجرور، والجار والمجرور في لغة العرب يا شباب نحكي شوية نحو، اسمعوني وتأملوا. لغة العرب يا ابني تتألف من جمل. الجمل في اللغة العربية نوعان. كم نوع؟ بس نوعان، يا إما جملة فعلية يا إما جملة اسمية. الجملة الفعلية فيها ركنان أساسان، فعل وفاعل، ماشي، وفيها شغلات مكملة هي المفعول به الجار والمجرور. والجملة الإسمية فيها أمران أساسان، المبتدأ والإيه والخبر. تبهنا؟ فلما الإنسان يتكلم ويأتي بجار ومجرور، طب جار ومجرور لا هي جملة إسمية ولا هي إيه جملة فعلية، لابد أن تكون هذا الجار والمجرور متعلق بإيه؟ بمحذوف. إما أن يكون هذا المحذوف فعلا، وإما أن يكون مبتدأ وخبرا، يعني جملة إسمية. فإذا قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم، إما أن أقدر أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فصار الجار والمجرور متعلق بمين؟ بفعل أبدأ. وإما أن أقدر ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي مبتدأ وحاصل خبر. انتبهنا كيف؟ نعم، واضح شو معنات تقديره أبتدئ أو ابتدائي؟ طيب أنا بدي أسألكم، لو واحد بده يشرب
وقال بسم الله الرحمن الرحيم. شو اعراب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايوه، اما ان نقول اشرب بسم الله، او شربي مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذا الاخ خليه يغيرنا الكاس، كله خليه يغير، هذه وقع فيها ذبابة. طيب سيدي، ننتقل الى ما بعده. بسم الله، الله جل جلاله وعز نواله، نعم، لفظة تطلق على الذات العلية، الإله جل جلاله. قيل الله أصلها الإله، هكذا قال بعض العلماء، أنه الله أصلها الإله، ومع مرور الزمن تحولت إلى الله، وبتفخيم اللام تعظيما لشأن المولى الجليل. وقيل لا، قيل ليس أصلها الإله، قيل هي لفظة مرتجلة. عرفتوا شو يعني مرتجلة؟ يعني أطلقت هكذا على المولى الجليل، وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم من البسملة. الرحمن بوزن إيش يا شباب؟ فعلان. الرحيم بوزن إيه؟ فعيل. الرحمن والرحيم وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة، لأنه الأصل في الفاعل أن نقول راحم، ما هيك؟ رحمة يرحم، فهو راحم بوزن فاعل. لكن لما أقول فعلان هذه صيغة إيش؟ مبالغة. رحيم بوزن فعيل صيغة شو؟ مبالغة. انتبهنا؟ هذا هو البيت الأول من المنظومة. قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب. هو شو اسمه؟ أحمد ابن أحمد الطيبي. إذن هم في تقديم وتأخير، أحمد ابن الطيبي أحمد، شو أصلها؟ أحمد ابن أحمد الطيبي. واضح يا شباب؟ يعني هو اسمه أحمد، وأبوه اسمه، وأزيدكم وله ابن اسمه أحمد، وكلهم علماء، كلهم علماء، يعني ثلاث أجيال علماء وكلهم اسمه أحمد. صاحبنا أيهم؟ الأوسط. انتبهنا؟ صاحبنا هو الأوسط. يرجو رحمة المجيب، المجيب هو الله سبحانه وتعالى. يرجو، وجملة يرجو رحمة المجيب في محل نصب حال، يعني قال الفقير أحمد بن الطيبي حالة كونه يرجو رحمة المجيب. عرفتوا شو معنات هذا الكلام؟ طيب، من هو أحمد الطيبي؟ هو الإمام المقرئ الفقيه الشيخ شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي رحمه الله، وترون أمامكم ولادته ووفاته. اسمه أحمد، ووالده أحمد، وله ولد من أهل العلم اسمه أحمد. يا سلام، كان ثلاثتهم من إيه؟ من العلماء. الله يهنيهم، هذا نادر، هذا نادر جدا، يعني سبحان الله أن تجد عالم يعني ابن عالم وابن ابنه عالم، هذا يعني نادر الوجود. فلذلك بيقولوا من خلال التجربة، بيقولوا ولد النجيب لا ينجب، وإن نجب فاق أباه، هكذا قالوا من خلال التجربة. ولكل قاعدة خواص، ما حنقول شواذ، ولكل قاعدة خواص. نعم. وللتفريق بينهم، فإن أهل التواريخ يسمون الأول أحمد الأكبر، والثاني وهو الناظم شو بسموه؟ أحمد الكبير، والثالث وهو ابن الناظم شو بسموه؟ أحمد الصغير. ولد في دمشق يوم السابع من ذي الحجة سنة 1900 هجرية. قرأ القرآن والقراءات المختلفة على والده أحمد بن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي، كما قرأ عليه الفقه، وقرأ أيضا على شمس الدين الكفرسوسي وتقي الدين القاري. القاري نسبة إلى بلدة في سوريا اسمها قارة، لو كانت نسبة إلى القراءة قراءة القرآن بتكون القارئ، وإذا خففت الهمزة شو بتصير؟ القاري، ما تكون بتشديد الياء. انتبهنا؟ يعني مثلا منقول ملا علي القاري، لأن القاري نسبة لمين؟
لقراءة القرآن. أما إذا قلنا القاري بتشديد الياء فهي نسبة إلى بلدة اسمها قارة. نعم. وتقي الدين البلاطنسي تولى إمامة وخطابة الجامع الأموي وصنف الخطب الفصيحة. كان رحمه الله خطيب وكان ألف كتاب في الخطب، صار علماء عصره يستفيدوا من ذلك الكتاب. هذه صورة لمسجد بني أمية الكبير. شايفين القبة الكبيرة هذه بيسموها في المسجد الأموي قبة النسر، قبة إيه؟ النسر. ومن عادة أهل الشام لا يدرس تحتها إلا كبير البلد، كبير البلد في العلم، مثلا كبير الفقهاء، كبير المحدثين، كبير المفسرين إلى آخره. ابن الجزري رحمه الله درس وين؟ تحت قبة النسر التي ترونها. خليهم يجيبوا لنا كاسة عصير، أخذوها ما جابوا غيرها، يا ريت ما أعطيناهم إياها. تولى تدريس المدرسة العادلية الصغرى وكان شديد الشفقة على الطلبة وخاصة الغرباء، يتلطف بهم في التعليم ويكرمهم. وهذا دأب المشايخ الكمل يا شباب، علاقة الشيوخ بالطلبة علاقة محبة، علاقة شفقة. كان في أحد مشايخنا، مو مشايخنا، مشايخ مشايخنا في الشام، الشيخ علي الدقر رحمه الله، كان عنده ما يسمى بالمدرسة الغراء، كان يذهب إلى القرى ويأتي بالطلاب، فكان يقول عندما أرى طالبا لا يلبس في رجله في الشتاء الشرابة، تعرفون، يقول أشعر بالبرد في قلبي، يقول أشعر في قلبي برد إذا رأيت طالبا رجلاه ليست مدفأة بلبس الشراريب في الشتاء. هكذا كان الشيوخ دأبهم الإشفاق على الطلبة. ومن الإشفاق أذكر لكم قصة عن نفسي لما قرأت على أستاذنا الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المصري رحمه الله تعالى، وهو شيخ مصر في القراءات، وكان أعلى الناس إسنادا في مصر، وبيته خلف الجامع الأزهر، وكان كفيف البصر رحمه الله، وهذا الكلام سنة 80 و900 هجرية. كان يستمع مني التلاوة ثم بعد قليل، وأنا أقرأ عليه بالقراءة العشر من طريق طيبة النشر، بعد ساعة ساعتين من الاستماع كان الشيخ يقف، فأنا أظنه بأن رجلاه قد تعبتا من الجلوس فوقف ليغير الوضع، لكن وقوفه كان يطول. فأقول له سيدي تفضل اجلسوا، يقول لي يا ابني أنا لو أعدت حنام، لو أعدت إيش؟ حنام. فكان يدافع عن النعاس شلون؟ بالوقوف، وهو كفيف البصر فوق 70 من عمره. أقول له أنا سيدي إذا تعبانين بروح أنا وبرجع في وقت تاني تكونوا ارتحتوا. يقول لي يا ابني أنا عايز أخلصك، ده أنت تارك أهلك وبتدفع إيجار الشقة وتدفع، ما أنا عايز أخلصك. يعني انظروا إلى شفقته علي، يريد أن يخفف عني ويراعي أني غريب ويراعي أني لست من سكان القاهرة. فكان هذا الأمر يؤثر بي جدا. فلذلك إذا إن شاء الله ربي بيجعل أعماركم طويلة وبكرة بتصيروا أساتذة ومشايخ، فعاملوا طلابكم بإيه؟ بالشفقة، عاملوهم بالمودة، عاملوهم بالتقدير، ساعدوهم على طلب العلم. إذن يتلطف بهم في الإيه؟ في التعليم ويكرمهم. جلس لإقراء القرآن، هذه المسألة هامة جدا. يعني بكرة إن شاء الله إذا تعلمتوا أنتوا ما بدنا تتعلموا وتعدوا في بيوتكم، شو استفدنا منكم؟ هلا اللي بيتعلم بيقعد في بيته، شو الفائدة منه؟ شو الفائدة؟ لو في عندنا زجاجة عطر من أفخر أنواع العطور ومقفولة، هذه الزجاجة مقفولة، بالله عليكم شو بنستفيد منها؟ وجودها كعدمها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو قال خيركم من تعلم القرآن وإيه؟ أيوة، ما قال تعلم القرآن وجلس في بيته، تعلم القرآن وعلمه. فيا شباب الله يرضى عليكم، عاهدوا الله كما عاهدت الله أنا لما كنت في مثل سنكم، وأرجو أن أكون قد وفيت، كنت مثلكم هكذا، والله ما في بوجهي ولا شعرة واحدة،
وحفظت القرآن في سن مبكرة، وكنت أريد أن أكون خادما ومعلما لكتاب الله عز وجل. هذا كلام قديم، والحمد لله عز وجل تفضل الله عز وجل علي وقرأت على الشيوخ ودرست التجويد والقراءات وعلى الشيوخ وفي الجامعات، ثم جلست للتعليم، وأسأل الله أن يديم علي هذه النعمة. فأنتوا يا شباب لما أراكم أتذكر نفسي لما كنت مثلكم، ما تصوروني أنا هكذا، أنا كنت مثلكم هيك صغير، وكنت أجلس كما تجلسون وأكتب كما تكتبون وأقرأ كما تقرؤون، ولكن ما كان عندنا هذه الكتب الفخمة اللي بين إيديكم. نحن حفظنا منظومات بحالة عيسى، يعني ما كانت الطباعة مثل هذه الطباعة الآن. والحمد لله ربي تفضل، الآن الوضع أحسن من أول بكثير. يعني بزمان وأنا بالجزرية وأنا صغير حفظت فقرققا مستفلا من أحرفي، هيك مكتوب بالكتاب، فقرققا بدل إيه فرققا. أنا أقول لحالي شو يعني فقرققا؟ يلا لحتى نكبر منعرف، أنا أقول لحالي لحتى نكبر منعرف. لما كبرنا عرفنا أنه غلط. عرفنا أنه إيش؟ أنه هذا غلط. فالشاهد الله يرضى عليكم، بدنا نتعلم العلم الصحيح، بدنا نتعلم بنية أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتشبه بساداتنا الصحابة، أن نتشبه بساداتنا أئمة القراءة الذين صرفوا أعمارهم في تعلم القرآن وإيه كمان تعليم، جلس لإقراء القرآن. قفوا طويلا عند كلمة جلس لإقراء القرآن. في شيوخ تعلموا، وأنا بعرف مشايخ تعلموا، لكن سبحان الله بعد ما تعلموا يلي انشغل بالفقه واللي انشغل بإصلاح ذات البين. أنا أعرف قارئا كان رحمه الله يعني قارئ العشرة بطريقة طيبة، لكن أمضى عمره في الجمعيات الخيرية وفي إصلاح ذات البين، وكل ما يختلفوا اثنين يجوا لعنده. هو عمل خير ما قلنا لا، لكنه مات ولم يقرأ. انتبهتوا؟ طيب يا أخي إصلاح ذات البين بيحسن يقوم فيه زيد وعبيد، لكن تقرئ القرآن الكريم هذا بيحتاج إلى شباب مثلكم. عرفتوا؟ يعني هلا تصوروا واحد عمره 60 سنة بده يبدأ هذا المشوار، ما بيكفوا. شو باقي بعمره؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني يا شباب، القرآن تعلمه وتعليمه بده أمثالكم، يبدأ وهو صغير، لأن القرآن مو بس قرآن، القرآن في معه نحو، القرآن في معه صرف، القرآن في معه بلاغة، القرآن في معه مادة المعاجم، تعرف كيف ترجع للكلمة في المعجم، لسان العرب، تاج العروس، القاموس المحيط، وغيرها من كتب اللغة. القرآن بده فقه، القرآن بده توحيد، القرآن بده تفسير، القرآن بده حديث. يعني العلوم متشابكة هكذا. فلا يتصدى لتعليم القرآن إنسان بيعرف بس القرآن وبس، حيكون تدريسه ضعيف، حيكون تدريسه ضعيف. ونحن بدنا اياكم تكونوا أقوياء، فابنوا أنفسكم بناء علميا قويا بنية رفعة شأن القرآن، وبنية التشرف بنقل القرآن، وبنية تعليم الأمة الإسلامية كتاب ربها. إياكم أن تكون نيتكم غير ذلك، أن تكون النية والله مشان نكون أنا كبير القراء في مدينة ما بعرف مين وشيخ القراء. أعكن هذه الألقاب، كلمة كبير وكذا، هي بتدل على إنسان بده يطلع على، بده يجعل القرآن مطية وهو يكون فوق. هيك بدنا نكون نحن، ولا بدنا نكون نحن الخدم والقرآن هو المخدوم؟ شو رأيكم؟ نحن الخدم والقرآن إيه؟ كلام المولى، كلام الجليل سبحانه وتعالى. فوطنوا أنفسكم أن نتشبه وإياكم بهؤلاء الأئمة الذين أمضوا أعمارهم في خدمة كتاب الله. أحد شيوخي وأول شيوخي شيخنا الشيخ محي الدين الكردي، والمعروف عند أهل الشام بأبي الحسن الكردي، أطال الله عمره في عافية، وهو من مواليد سنة 1912. نحن الآن كم؟ 8، يعني كم عمره الآن ما شاء الله؟ 96 سنة على الميلادي، بتحط لهم 3 على الهجري صاروا 99. الله يديمه علينا ويطولنا عمره ويحفظه. قرأت عليه كنت صغيرا في الصف الأول ثانوي. مين فيكم أول ثانوي؟ ما فيكم حدا أول ثانوي؟ أنت؟ كنت في مثل سنك أنا والأخ كمان.
الله يبارك فيه. المهم أراد بعض علماء الشام أن يكرموا القراء الكبار في الشام الطبقة الأولى كلهم فوق 80، هذا الكلام من سنتين، ودعوني لأتشرف الحضور فذهبت. المهم زرت شيخنا الشيخ محي الدين الكردي من سنتين، يعني إذا الآن عمره 99 بالهجري، إيمو سنتين شو صار؟ 97. بدي أفهم إمتى بدأ يعلم قرآن سيدي، إمتى بديتوا تعلموا قرآن؟ يغير الموضوع وكذا. سيدي الله يبارك فيكم ما جاوبتوني، أنا حاكي من هون يقلب الموضوع وكذا. المهم بس ضليت أنا وراء لحتى بعدين مل مني، اللي كان عمري 25 سنة، كان عمري 25 سنة. قديش عمره لما كان عم يكلمني؟ 96. طرحوا لنا يا هونيك لنشوف بسرعة. 70 سنة. 72 71 72 سنة. 71 72 سنة من تعليم القرآن في الليل والنهار بالقراءات العشر وبحفظ. شو بدك يعني؟ هلا الواحد اذا اشتغل موظف امتى بيطلع على المعاش؟ مو بيقولوا 20 سنة، مدري 30 سنة. طيب 71 سنة هذه شو هي؟ لانه هو ما له موظف عند الحكومه ولا عند الناس، موظف عند ربي. اهل القران هم اهل الله وخاصته، انتبهتوا؟ فطالما الانسان عنده ملكات، عرفتوا شو الملكات؟ يعني القدرة على التمييز، القدرة على السماع، القدرة على الرد، لا ينقطع عن إيه؟ عن تعليم كتاب الله. لكن إذا بسبب الكبر والضعف ثقل سمعه أو ضعفت قدرته على الرد، ما عاد يحسن يرد، يعني مريض، فصار الآن معذور. يبقى شيخنا ويبقى أستاذ الكل، لكن لا تؤخذ منه القراءة وهو في هذه الحال، لأنه ما عاد عنده القدرة على إيه؟ على أن يصحح. والتصحيح بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى حروف واضحة، بحاجة إلى شرح الأحكام. لذلك أنا أقول لكم يا شباب اغتنموا أعماركم، اغتنموا الشباب الذي أنتم فيه، لأن أمامكم مهمتان أو مهمتين. شو المهم؟ المهمة الأولى التعلم، والمهمة الثانية التعليم. والتعليم بده وقت، انتبهتوا؟ جلس لإقراء القرآن مين؟ الطيبي، وتعليم التجويد والقراءات العشر. قرأ عليه عدد من الأعلام، منهم الشيخ إسماعيل النابلسي مفتي الشافعية في دمشق، والشيخ عماد الدين ابن محمد الحنفي، والشيخ الحسن ابن محمد البوريني، هذا مؤلف كبير ومؤرخ البوريني، والشيخ أحمد ابن المرزنات المقرئ الصالحي. الصالحي نسبة إلى حي الصالحية في جبل الصالحين اللي اسمه جبل قاسيون في مدينة دمشق، وأحمد القابوني وغيرهم. نظم مناسك الحج في رجز رائق، ونظم قصيدتنا هذه المفيد في التجويد، ونظم بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني، ونظم الزوائد السنية على الألفية، ونظم الإيضاح التام في تكبيرة الإحرام والسلام. شايفين عم ينظم بعدة علوم؟ شايفين؟ كانوا العلماء موسوعيين، عرفتوا شو يعني موسوعيين؟ يعني متعمقين في عدة علوم. وصنف في أشكال المنطق الأربعة كمان، هاي علم المنطق كمان. وله ديوان خطب في غاية الحسن، وقد كان أكثر خطباء دمشق في عصره يخطبون بخطبه. طبعا دائما المبتدئين بيقلدوا مين؟ الكبار. كان في آخر حياته قليل الأكل، هذا قلة الأكل نحكي لكم سرها، سرها كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. إخواني يا شباب، الإنسان مركب من جسد ومن روح. الجسد ترابي مو من التراب، فلذلك غذاؤه من فين؟
من التراب، والروح نفخة إلهية. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ما استحق آدم السجود إلا بعد النفخة الإلهية. فالروح هي الجوهر العظيم الذي أودع في هذا الجسد الترابي. باعتبارها نفخة إلهية، غذائها من فين حيكون؟ بذكر الله. والجسد الترابي حيكون غذاؤه منين؟ من الأرض. الجسد شو غذاؤه؟ طماطم وخيار وخبز وفواكه ولحم، أمور كلها ترابية. بينما الروح غذائها شو؟ علوي، غذاؤها لا إله إلا الله، غذاؤها سبحان الله، غذاؤها الحمد لله، غذاؤها الله أكبر، غذاؤها لا حول ولا قوة إلا بالله. الأذكار الواردة في القرآن العظيم والواردة في السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر من ذكر الله قلت حاجته للطعام. بيصير مع مرور الزمن، لأنه يعني ذكر الله له أثر تراكمي. عرفتوا شو يعني أثر تراكمي؟ هلا واحد بياكل كتير أكل، شو بيصير فيه؟ بسمن. بس بسمن بيوم وليلة ولا بده فترة؟ فإذا الأكل هون شو عم يعمل؟ أثر تراكمي. هذا حيكون عبء، الجسد لما بيكبر عبء على صاحبه، صح ولا لا؟ وفي نهي عن ذلك. لكن الروح لما تتصل بخالقها، لذلك ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما في خوف لما بتذكر الله ذكر كثير، ما في خوف، ما حيصير عندك تخمة ولا حيصير عندك اسمه هذا تصلب شرايين، بخلاف كثرة الأكل. فمن أكثر من ذكر الله قويت روحه وقلت حاجته إلى الطعام. ولهذا أثر يستأنس به في آخر الزمان من أحاديث الساعة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال، وأن من يؤمن به يطعمه عنده، يعني يملكه الله الأرزاق ففتنة للناس، فمن يؤمن به يطعمه ويسقيه، ومن لا يؤمن به لا يطعمه ولا يسقيه. قال بعض الجالسين: فما يكون غذاء المؤمنين يا رسول الله؟ قال: يكون غذاؤهم التسبيح. انتبهتوا؟ فهو التسبيح غذاء، لكن احنا ما جربناه. الله يتوب علينا، نحن نازلين على الهمبرجر ونازلين على البروست ونازلين على الكبسة وما بعرف ايش. لكن من اكثر من ذكر الله قلت حاجته الى الطعام. هذه خلوها ببالكم لما بتقرأوا في تراجم الرجال. حتى البخاري في اخر عمره كان قليل الاكل جدا. اذا نعود الى الطيبي، كان في اخر حياته قليل الاكل، وله من الدين والورع. الورع شو هو يا شباب؟ يعني ترك ما فيه شبهة، ما احتياطا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الورع. والزهد شو الزهد؟ ترك الشيء. طب ليش أتركه أنا؟ ليش أتركه؟ يعني ليش أتركه؟ مين قالك ما ينفع؟ ينفع. الإنسان ما بيزهد يا شباب في شيء إلا إذا وجد أحسن منه. افهموا مني هذا الكلام الدقيق. لا يزهد الإنسان في الدنيا. ليش واحد يزهد في الأمور اللي فيها مثلا هيك فخفخة وكذا؟ ليش يزهد فيها؟ إلا إذا كان وجد إيش؟ ما هو أعلى، عندئذ يزهد فيها. انتبهتوا كيف؟ يعني واحد خيروه بين خاتم معدن حديد ولا نحاس وبين خاتم فضة، شو بيختار؟ الفضة. وإذ بعد ما عطوه الفضة فرجوه خاتم ذهب، شو بيختار؟ وبيزهد بمين؟ بالفضة. انتبهتوا كيف؟ فالزهد لا يزهد الإنسان في الدنيا إلا إذا كان عينه على مين؟ على الآخرة. انتبهتوا كيف؟ لذلك ربي شو سمى الدنيا؟ سماها العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون. طب هي الآخرة شو أوصافها؟ فيها وصفين: خير وإيش كمان؟ وأبقى. والآخرة خير وأبقى. يعني فواكه الدنيا لذيذة ولا مو لذيذة؟ لكن ولا شيء قدام فواكه الجنة. ففواكه الجنة خير، هذا أمر. الأمر الثاني، فواكه الدنيا فيها عيبين. العيب الأول أنها تكون مواسم، يعني مقطوعة.
والعيب الثاني قد تكون موجودة لكن أنا ما معي المال الذي أشتريها به، فهي عني ممنوعة. بينما قال الله عن فواكه الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. عرفتوا شو يعني لا مقطوعة؟ يعني مو مواسم مواسم على طول. ولا ممنوعة مو أنه والله موجودة الفواكه لكن أوف الكيلو والله بثلاثين ولا بأربعين درهم، ما بين بيطلع بيده يشتريها إلا قليل من الناس. انتبهتوا كيف؟ وإذا اشتراها مرة هل اشتريها كل مرة؟ فلذلك الزهد دائما يكون الإنسان لا يزهد في شيء إلا إذا وجد أحسن منه. بتتذكروا قصة اللي بيذكروها أنه كان في ناس في معركة، والله نسيت بأنه عصر، يمكن الصحابة أو التابعين، وكان في ثلاثة منهم تقريبا جرحى ويكادوا يموتون، فجاء واحد بده يسقي واحد منهم، فرأى واحد ثاني بحاجة إلى الماء فقال له: أعطي أخي. هذا آثر أخوه ولا آثر نفسه؟ لا، آثر نفسه، آثر نفسه. عرفتوا؟ أعطى الماء الدنيوي لأخوه وهو رضي بما عند الله. عرفتوا؟ الواحد بيقول لك: يا أخي، الإيثار أنك تعطي أخوك. طيب ليش أعطي؟ ليش ما يكون إلي؟ أنت لما بتعطي أخوك عم تعطيه فاني ولا باقي؟ فاني. طب ربي حيتركك هيك ولا بيعطيك بالمقابل؟ حيعطيك فاني ولا باقي؟ طيب أنت آثرت أخوك ولا آثرت نفسك؟ في ناس بيحسبوا أنه لما بيقول له الله يسامحك إذا واحد غلط عليك، بتقول له الله يسامحك أنه يعني بمعنى أنا ما بدي منك شيء. لا، أنت بدك، بس أنت ما عاد بدك حقك من فلان، صار بدك يا من مين؟ من الله. عرفتوا؟ لو واحد مثلا غلط عليك قلت الله يعمل فيك الله يساوي فيك، طيب فريض الله عمل فيه وساوى فيه، شو استفدت أنت؟ بيقول لك قلبي ارتاح، معناته أن في عندك أنت بسموه القوة الغضبية. عرفتوا؟ القوة الغضبية، وأنت طفيتها لكن ما استفدت شيء، ما استفدت شيء. لكن لو قلت له الله يسامحك، لا تظن كلمة الله يسامحك معناها أسقطت حقي، لا، كلمة الله يسامحك معناها أنا أخذ حقي من الله، أنا سامحتك لأنك عبد لله عز وجل. ربي حيتركك؟ لا، حيعطيك مقابل. معناته مين اللي بيستفيد؟ اللي بيسامح هو اللي بيستفيد، هو اللي بيستفيد. أما اللي بيقول والله بدي حقي، والله ما لي مسامحه، والله لو وقفه أخذ حقي يوم القيامة، طيب وقفه وبالمقابل ربي بيوقفك، مو بدك حقك؟ والله لا يأخذ لك يا ربي، تمام، لأنه سبحانه وتعالى قال لا ظلم اليوم، لكن بالمقابل طالما أنت بدك حقك حياخذ منك كمان شو؟ حقوق الآخرين. عندك قدرة توقف وتدفع؟ إيه لا، من أول الطريق استسلم وقل يا رب أنا سامحت عبادك كلهم، سامحت عبادك كلهم لوجهك الكريم. انتبهوا لهذه الكلمة، سامحتهم لوجهك الكريم. إذن هذا مفهوم من مفاهيم الزهد. الزهد هو أن تترك أدنى من أجل أعلى. انتبهتوا كيف؟ مين أحسن؟ الدنيا وما فيها، طبعا فيها شغلات طيبة الدنيا ولذيذة، لكن شغلات الجنة ألذ وأطيب ولا لا؟ طيب، فإذا الآن قارنا بين لذائذ الجنة والكواعب أترابا والكأسا دهاقا وكل ما نقرأ في القرآن، وبين الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة في الفردوس، ومع سيدنا إبراهيم الخليل، ومع سيدنا موسى، ومع سيدنا عيسى، أنو أطيب؟ أنو أحسن؟ انتبهتوا كيف؟ طيب، الجلوس مع هؤلاء السادة الكمل، سيدنا رسول الله والسادة الأنبياء والسادة الصحابة وآل بيت رسول الله بأبي وأمي، ولا رؤية المولى الجليل؟ انتبهتوا؟ شايفين كيف الإنسان يعني كل ما نظر إلى أعلى بيزهد بإيش؟ بالأدنى. فالزهد هو ترك شيء لشيء أعلى، هذا الزهد. والزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. ما تفهم أن الزهد أنه ما يكون عندك سيارة وتكون حافي وتيابك مقطعة، لا، مين قال؟ إذا ربي أعطاك البيس لكن لا تتعلق بالتوب، ركبت سيارة لا تتعلق بالسيارة، لا تركبها بنية المفاخرة، ركبها بنية سبحان الذي سخر لنا هذا. كيف أنا بدي أنتقل من مكان إلى مكان لولا ما ربي هيأ لي هذه الخلق الجديد اللي اسمه سيارة؟ لم أصنعها أنا ولم يصنعها أمثالي، وإنما سخر الله
أناس سهروا الليالي وصنعوها وأنا دفعت دراهم واشتريتها، فهذا تسخير إلهي. هذا هو مفهوم الزهد، أرجو أن تنتبهوا إليه لأنه ملحظ دقيق إن شاء الله. وله من الدين والورع والزهد ما لا يدرك، وكان حاله يذكر بالسلف الماضين. نعم، انظروا إلى اللوحة. توفي رحمه الله يوم الأربعاء 18 ذي القعدة 79 ودفن في تربة مرج الدحداح ظاهرة دمشق. مرج الدحداح إلى الآن اسمها مقبرة الدحداح نسبة إلى محمد بن الدحداح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبر عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة رحمه الله. أعرفه، أنا أعرف هذا القبر وأعرف قبر محمد بن الدحداح صاحب رسول الله. وهذه المقبرة أيضا فيها أبو شامة، إلى في أطرافها أبو شامة صاحب الشرح على الشاطبية إبراز المعاني من حرز الأماني. نعم، رحم الله الإمام أحمد الطيبي وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، ورفع الله قدره ومقامه وألحقنا به إن شاء الله وإياكم في أعلى عليين. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. البيت الثاني: الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا. الحمد لله. الحمد، ما هو الحمد؟ كما نرى على اللوحة، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل. شو الجميل؟ يعني الفعل الجميل الاختياري، معناته الذي يفعل شيئا جميلا هو مختار، قادر أن يفعله وقادر أن لا يفعله. على جهة التبجيل، يعني هذا الثناء مقرون بالتبجيل والتعظيم، من نعمة وغيرها. قد يكون الحامد يحمد المحمود على نعمة أسداها إليه، وقد يكون، قد ما يكون فيه نعمة، انتبهت؟ فلذلك نقول الحمد لله، يعني التمجيد الثناء والعطر على الله سبحانه وتعالى. شو السبب؟ الذي تفضل وأنزل القرآن. إذن إنزال القرآن نعمة تستحق الحمد والشكر ولا لا؟ تستحق الحمد والشكر. وما قيمتنا لولا القرآن العظيم، وهو النص الأقدس عندنا أمة الإسلام، وهو النص المتواتر الذي وصل إلينا كما أسلفت منذ قليل سليما كما أنزل، لم يتغير فيه حرف واحد، ولله الحمد. أفليست هذه نعمة تستحق منا الشكر؟ أن بين أيدينا كتاب الله، ما في أمة غيرنا إذا أمسكت كتابها تعتقد اعتقادا جازما أنه كلام الله، البقية كلهم بلك يا أخي والله هذا الله أعلم شو وضعه كذا، إلا كتابنا ولله الحمد. فهذه نعمة، وأنزله الله نورا للملا. ثم قال رحمه الله، أيوة شو قال؟ الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن الكريم هذا تعريفه الذي ترونه أمامكم، هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه. نعيد، لما قلنا هو كلام الله تعالى، خرج مين؟ خرج كلام غير الله. مين بيخطر ببالك؟ خرج كلامه المعجز، خرج كلام الله غير المعجز، كالأحاديث القدسية، أوحى الله عز وجل إلى نبيه معاني تتعلق بالمولى الجليل فيقول قال ربكم كذا، إن الله تعالى يقول، فهذه شو اسمها؟ أحاديث قدسية ولكن ليست معجزة. المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج مين؟ خرج التوراة، لأنه نزلت على مين؟ على موسى. وخرج الإنجيل، نزل على مين؟ وخرجت الصحف الإبراهيمية، وخرج الزبور، المنزل على مين؟ على داود. انتبهنا؟ المتعبد بتلاوته، أيضا خرجت الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية ليست متعبدة بتلاوتها، ما لنا 10 حسنات على كل حرف
إن قرأناها، أما القرآن فنحن متعبدون بتلاوته. المكتوب بين الدفتين حصرناه بهذا، وخرج ما نسخ من القرآن، لأن الرب سبحانه وتعالى أنزل أشياء في القرآن وثبتت، وأنزل أشياء ونسخت، فما نسخ لم يكتب بين الدفتين اللي هو طرفي المصحف يعني، انتبهنا، فخرج أيضا بقولنا المكتوب بين الدفتين. المنقول إلينا بالتواتر، أيضا هذا الأمر هام جدا وسيأتي معنى التواتر. المتحدى بأقصر سورة منه، كما تعلمون يا إخوتي تحدى المولى الجليل العرب بأن يأتي مثل القرآن. قال تعالى وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا، لا في واحدة غيرها، الله يبارك فيك، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، مثل القرآن. بعدين قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما هي؟ وقال في البقرة فأتوا وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بس سورة وادعوا، فإن لم تفعلوا، بعدين قال ولن تفعلوا. هذا التحدي كم صار له؟ أكثر من 1400 عام، وإلى هذه اللحظة ما أتى ولن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، ولو حاول أحد أن يأتي فسوف يكون مضحكة، يضحك الناس من كلامه، ولن تفعل. فلله الحمد والمنة على هذه النعمة. إذن أنزل القرآن، هذا هو القرآن الذي أنزله. وأريد أن ألفت انتباهكم إلى أمر يا شباب، الله عز وجل أحيانا يتكلم عن كلامه الجليل سبحانه وتعالى ويقصد به المنطوق فيسميه قرآن، وأحيانا يقصد به المكتوب فيسميه الكتاب، وهما واحد، هما إيش؟ واحد، لكن النص المكتوب شو اسمه؟ كتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، من كان إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وأحيانا شو بيقول؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن ما هو؟ النص المقروء، الكتاب النص المكتوب، وهما واحد. نعم. وأنزل القرآن حالة كونه إيش؟ نورا للملأ. التواتر مر معنا منذ قليل، المنقول إلينا بالتواتر. التواتر يا شباب يعني هناك، مثلا نحن الآن جالسون، أنا جالس أمامكم وأنتم جالسون أمامي، أنا لست بحاجة إلى من يقيم لي الأدلة على أن فلان يجلس أمامي وفلان وفلان، أنا أراكم وترونني. لكن لما يكون الأمر غائب وينقل إلينا عن طريق السماع، هنا تتدخل البشر، قد يكون الناقل صادق، قد يكون هو صادق لكنه لا يضبط، عرفتوا؟ بدل ما يقول 5 بيقول 7 من طبيعته المبالغة، ما بتصير معكم هاي؟ بيكون مثلا والله بيقول لك والله صار حادث ماتوا فيه 2، بيقول لك هذاك والله صار حادث ماتوا فيه 5، بيسمعها واحد بيقول لك يا أخي والله صار حادث 10 ماتوا، لبين ما يصل لبعد ساعتين بتلاقي صاروا الميتين الله أعلم كم واحد. فإذا من طبيعة البشر المبالغة في نقل الأخبار، هذه الأخبار شو بيسموها؟ أخبار آحاد. شو يعني آحاد؟ يعني شخص عن شخص عن شخص، انتبهنا؟ لكن لما يكون عدد ينقل خبرا معينا عن عدد آخر عن عدد آخر عن عدد آخر منذ أن حدث الأمر إلى أن وصل إليك، هذا الأمر شو بيسموه العلماء؟ التواتر، وهو يفيد القطع على صحة هذا الأمر. شو يفيد؟ القطع على صحة هذا الأمر. إذن نرى على اللوحة التواتر، ما هو؟ هو النقل المستفيض. عرفتوا شو يعني المستفيض؟ لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. يعني اللي بده يكذب يكذب واحد، بيكذبوا 2، لكن 30 واحد يكذبوا وعم يروح عن مثل هون، وخاصة إن كانوا قد عرفوا بإيه؟ كما قلت لكم بالصدق والصلاح والاستقامة. علماء الحديث بيقولوا عدل ضابط ثقة، قد يكون ثقة لكن مو ضابط، تمام كيف؟
بذكر أظن عن البخاري رحمه الله أنه ذكر له رجل عنده حديث فأتى إليه ليأخذ عنه الحديث، فوجده واقفا رافعا ثوبه هكذا أمام حصان ويوهم الحصان بأنه إيش في أكل يعني بال، فالحصان اقترب، فلما اقترب أخذه وأمسكه وأرخى ثوبه وإذا بثوبه إيه ما في شيء، فلما رأى هيك ما أخذ منه. طالما أنت عم تكذب على الحيوان معناتها فيك يعني، ممكن يعني الموضوع وارد عندك يعني، انتبهتوا؟ فقد يكون هذا الرجل يا أخي أنا عم بحكي مع الحيوان لكن أنا والله ما بكذب على رسول الله، معقول أكذب على رسول الله؟ يعني انتبهتوا بتفهموا أنه هذا الرجل كان كذاب؟ لا، لكن تركوه إيش احتياطا، شايفين الاحتياط هذا بيدخل من باب إيش يعني الترك ما فيه شك إلى ما ليس فيه شك. طيب معلش اللي عنده سؤال لو تكرمت. نعم مالها يحيل العقل اجتماع كل الرؤى أن يكذبوا كلهم مثلا، كلهم يتفقوا أنه يقولوا مثلا، اثنين بيتفقوا ثلاثة بيتفقوا أما 30 واحد ما بيتفقوا، ما هيك أخي؟ قلنا منذ قليل يا شباب إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنزل عليه القرآن العظيم، وكان يبلغ الصحابة المعاصرين له بطريقتين مكتوبا ومنطوقا، ما هي؟ انظروا إلى اللوحة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقتين مكتوبا وإيه؟ ومنطوقا. المنطوق نحن بنسميه عادة النقل الصوتي لإيه؟ للقرآن الكريم. وقد وصلنا القرآن بالطريقين السابقتين حالة كونه متواترا، وصلنا متواترا مكتوبا ووصلنا متواترا إيه؟ منطوقا. انتبهت كيف؟ مراحل تدوين القرآن الكريم، هذه هامة جدا هذه المسألة، لأن بعض يعني المستشرقين يشككون ويكذبون، يا ليتهم يتكلمون الصدق، يقولون أن الكتابة حدثت متأخرة وما بعرف إيش، مو صحيح أبدا. الكتابة حدثت فور النزول، كلما كان ينزل مقطع على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يدعو من حضره من الكتبة فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم. إذن المرحلة الأولى كما نرى يا شباب على اللوحة كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر، والوحي إيه حاضر. هذه التي ترونها صور لبعض الوسائل التي كانت متاحة في عصر النبوة من أجل الكتاب عليها، كبعض العظام وبعض الحجارة الرقاق بسموها اللخاف وبعض الجلود لبعض الحيوانات. شو بتفيد كلمة الوحي حاضر؟ يعني جبريل موجود، انتبهنا كيف يعني ينزل الآن، هلا لو حدا بده يحرف ما عاد ينزل جبريل لتصحيح، أما في زمن النبوة قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوفوا كلمة بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، يمين مين؟ يمين الكاتب، عرفتوا؟ يعني بمعنى لمنعناه من إيه؟ من التحريف والتغيير، بعض الأقاويل. من هنا لما نرى في المصحف الشريف والسماء بنيناها بأيد مكتوبة بياءين، هكذا أرادها الله أن تكون مكتوبة بإيه؟ بياءين. ليه؟ ما لي شغل. القرآن كلام المولى الجليل خالق الأكوان، مو كلام مفكر. الكلام قيمته من عظمة قائله، فكلام الله عز وجل مخالف لكلام البشر من جميع الزوايا، كما أن الله عز وجل لا يشبه خلقه من زاوية من الزوايا، ليس كمثله شيء، أيضا كلامه مخالف لكلام البشر من كل الزوايا. نحن عادة نكتب في الإملاء الحديث كما نلفظ، لكن المولى الجليل نزل ألف لام ميم. طب شو معنى ألف لام ميم؟ والله لو اجتمعوا البشر كلهم وعقدوا مؤتمرات الدنيا على أن يعرفوا شو يعني ألف لام ميم لن يفهموا منها شيئا، إلا أن يأتي خبر من الله بأن المقصود من ألف لام ميم كذا كذا كذا، وهذا لم يحدث. ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الحروف ولا وصلنا عنه شيء، فحظنا منها الإيمان أنها كلام الله وأن نتلوها كما وردت ونأخذ على كل حرف كم حسنة؟
حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أظن صار وقت العشاء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من حضره من الكتبة فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم، والكتبة يكتبون، ولو كان ثمة خطأ، أدنى خطأ، لنبه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينبه مين؟ الكاتب. شيء في القرآن كله كتبت شين يا إلا في سورة الكهف كتبت إيش؟ شين ألف يا، لكنها تقرأ شيء، ولا تقولن لشيء، تقرأ شيء لكن فيها ألف. لماذا في ألف؟ كلام الله، لعل فيها سرا يظهره الله بعد 20 قرن، بعد 10 قرون، الله أعلم، يمكن مو في الدنيا، يمكن يظهره لنا في الجنة غدا، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. انتبهنا كيف؟ إذن حظنا منها الإيمان، وأن نجزم أن المجلس النبوي لما انفض وقام النبي صلى الله عليه وسلم هو كان راض عن تلك القطع، وأقل ما يقال عن تلك القطع أنها سنة تقريرية. فمن المعلوم عند علماء الحديث أن السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فقيامه صلى الله عليه وسلم وانتهاء المجلس هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على صحة الكتابة في تلك القطع التي دونت وكتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى، شوفوا فيها حديث جميل جدا، أنا شديد الإعجاب بهذا الحديث، وهو ما قاله سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي، تأملوا ألفاظه يا شباب، كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأ. انتبهتوا؟ هذا شو اسمه؟ التثبت. ما بكفي ملا يلا روح مع السلامة، لا، اقرأ لي شو كتبت حتى يتأكد أنه المكتوب إيش هو نفس اقرأ. فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه. السقط يا شباب أنه يكون الإنسان واحد يملي والثاني يكتب، لكن بسبب مثلا الذهن الآن بين الكتابة والسماع، الكاتب أذنه تسمع ويده تكتب، ممكن أثناء ذلك يفوت إيش كلمة، فإذا فاته كلمة هذه شو بيقولوا؟ سقطت. فإن كان فيه سقط أقامه، بيجي عم يقرب له، لا وقف هون، في كلمة مكتوب كذا. فإن كان فيه سقط أقامه، يعني صححه صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أخرج به إلى الناس. شايفين هذا الاستيثاق؟ شايفين؟ توثيق ما بعده توثيق. أخرج هذا الحديث الطبراني بسند رجاله موثقون كما ذكر العلماء. إذن المرحلة الثانية من مراحل التدوين
تفريغ الكتابة السابقة، من السابقة يعني اللي كتبت بين يدي رسول الله في صحف زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لاحظوا كلمة تفريغ، وأظن كلكم طلاب علم وتعرفون القصة، كثر القتل في القراء في أيام حروب الردة، وخاف سيدنا عمر رضي الله عنه على القراء وعلى ما كتب من القطع النبوية هذه التي كتبت بين يدي رسول الله، خاف عليها سيدنا عمر من أن يعني تضيع أو تتلف والقراء يموتون في المعارك، فاقترح على سيدنا أبو بكر أن تجمع تلك القطع وتدون في صحف. فساداتنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يتخوفون من أن يفعلوا شيئا لم يفعله رسول الله، فقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو والله خير من اللي قال سيدنا عمر. فما زال يراجع أبا بكر في هذه المسألة حتى شرح الله صدر أبي بكر لها. شو عمل سيدنا أبو بكر؟ دعا سيدنا زيد بن ثابت، هذا الرجل المحوري العظيم في موضوع القرآن الكريم، كتب الوحي لمين؟ لسيدنا رسول الله، ثم كتب الوحي مرة ثانية لمين؟ لسيدنا أبو بكر. دعاه سيدنا أبو بكر وقال لزيد إن شوف المؤهلات، هذا يسموها السي في، ما بيلك فلان قدم السي في تبعه، شوف المؤهلات، إنك شاب، لأنه هذا العمل بده جلد والجلد بده شباب أمثالكم، إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل كلمة لها معنى، إنك شاب عاقل لا نتهمك، يعني ما نعرف عنك يعني إنك، والصفة الأخيرة والهامة كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. فقال زيد نفس القصة، كلهم نفس الشعور سبحان الله، ساداتنا الصحابة كيف تفعلاني، عم يكلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، كيف تفعلاني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فما زالا يراجعاني زيدا حتى شرح الله صدره لما شرح الله له صدريهما. يقول زيد معلقا فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به. طبعا مو نقل جبل دفعة واحدة، لا يعني نقل جبل بمعنى في جبل كسروا وعملوا حجار وانقلوا، قديش المهمة هي شاقة، لكن اللي كلفوني فيه أشد، لأنه بده يكون صحيان 100%، ما في مجال للغلط. انتبهنا كيف؟ سيدنا زيد الله يرضى عنه صار أعلن بين المسلمين، من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به. يجي فلان معه قطعة يقول هذه كتبت بين يدي رسول الله، فيأخذها زيد يقول أعندك غيرك يشهد أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله؟ بده على كل قطعة قديش؟ شاهدين. فإن كان ثمة شاهد آخر على هذه القطعة أنها كتبت بين يدي رسول الله أخذها زيد، وإلا تركها، لأنه قلت لكم لما كان ينزل شيء من القرآن كان يكتب كم قطعة قدام سيدنا النبي؟ أحيانا أربعة أحيانا سبعة أحيانا خمسة بحسب المتاح، فقد تكون الآية الواحدة كتبت كم مرة بين يدي رسول الله؟ أربع خمس مرات. انتبهتوا كيف؟ فبهذا الاحتياط الكامل جمع سيدنا زيد القرآن العظيم المكتوب، وضعوا خطا تحت إيه؟ المكتوب كله، لأنه شو بده يعمل؟ بده يأخذ هذه القطع وينظر فيها ويفرغها. عرفتوا ليش كتبنا تفريغ؟ يعني ليس له اجتهاد ولا بمقدار ذرة. شو مكتوب بالقطعة؟ بده يقلد الكتابة ويكتب، وهو هو أيضا من كتبة الوحي، يعني الموضوع بالنسبة له مو غريب ولا جديد عليه. انتبهتوا كيف؟ فهيكتب ويقلد، مكتوبة لشيء في الكهف بألف هيكتب بألف، بأيد مكتوبة بيائين هيكتب بيائين، السماوات في كل القرآن مكتوبة سين ميم واو تاء بدون ألفين، السماوات كم ألف فيها في النطق؟ ألفين. في الخط ما فيها ولا ألف، لذلك علماءنا شو زادوا؟ ما نسميه بالألف الخنجرية، إلا في موضع واحد في سورة فصلت فقضاهن سبع سماوات، هذا الموضع الوحيد اللي مكتوبة فيه ألف طويلة بين الواو والتاء. ليه؟ لا أدري، ولا أنتم تدرون ولا يدري أحد. السماوات مرة وشيء مرة. نعم.
انتبهنا؟ إذن سيدنا زيد جمع القرآن كله بهذه الطريقة إلا آيتين اثنتين وجدهم عند أحد الصحابة اسمه أبو خزيمة، خزيمة ابن ثابت. شو اسمه؟ أبو خزيمة، خزيمة ابن ثابت، يعني هو اسمه خزيمة وابنه شو اسمه؟ خزيمة. وجد عنده لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وجد عنده من المؤمنين رجال صدقوا. أعندك غيرك يشهد على أن هاتين القطعتين مكتوبتين بين الرسول؟ ما عنده. فتذكر الصحابة قصة حدثت لأبي خزيمة هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة القصة أذكرها لكم وقد اقتربت الإقامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي فرسا، أتبيع هذه الفرس؟ قال بكم كذا، اتفقوا على السعر واشترى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له تعال معي أعطيك الثمن. مين؟ سيد النبي لمين؟ للأعرابي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع، والأعرابي أخونا بالله ماشي على مهله. فبعد فترة شو صار؟ بعدت المسافة بين رسول الله وبين هالأعرابي، هذا هن ماشيين ليعطيه ثمن الفرس، البيع تم. الناس يشوفوا هذا العربي ماشي معه الفرس، أتبيعه هذه الفرس؟ بكم تبيع هذه الفرس؟ فطمع هو هذا أخونا بالله أنه يبيعها بسعر إيه؟ أعلى. لما وصل عن سيدنا النبي قال له هل تريد أن تشتري الفرس أم أبيعها؟ قال له لقد اشتريتها منك. قال لا، ما اشتريتها مني، هل عندك من يشهد؟ على هذا الكلام اجتمع عدد من الصحابة، كان منهم مين؟ أبو خزيمة. قال رسول الله إني قد اشتريت من هذه الفرس، فهل فيكم من يشهد؟ ساداتنا الصحابة الله يرضى عنهم تعلموا من سيدنا النبي على مثل الشمس فاشهد. الواحد ما بيشهد إلا على شيء رآه أو شيء سمعه، لكن لا رأى ولا سمع على إيش بده يشهد؟ سكتوا. سيدنا أبو خزيمة قال أنا أشهد يا رسول الله. والتفت الأعرابي فقال لقد اشترى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس وأنا أشهد. سبحان الله، اللي عامل عملة دائما بيبقى يعني خفيف ومرعوب. فالأعرابي شو يعني أسقط في يده واعترف أن البيع تم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأخذ الفرس. بعد أن انطلق الأعرابي التفت رسول الله إلى أبي خزيمة قال يا خزيمة هل رأيتني عندما اشتريت منه الفرس؟ قال لا يا رسول الله. قال وكيف شهدت؟ قال يا رسول الله إنك لست كهيئتنا، نصدقك على خبر السماء أفلا نصدقك على أمر من أمور الدنيا؟ هي تبع شاهدين، هذه بيناتنا يعني، لكن أنت رسول الله تقول نزل جبريل نقول نزل جبريل، تقول أنزل علي قرآن نقول أنزل عليك قرآن. طب هلأ عم تقول عن أمر دنيوي إنك اشتريت فرس بقول لك يجيب شاهدين؟ ما بتزبط. تزبط؟ شفتوا أهل الفهم؟ يا رسول الله إنك لست كهيئتنا، نصدقك على خبر السماء أفلا نصدقك على أمر من أمور الدنيا؟ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه هذا، فأعطاه وساما نبويا وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. والشهادة في الإسلام كما تعلمون تحتاج إلى شاهدين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بإيه؟ فبقي هذا الوسام النبوي مخبوءا إلى أن جمع زيد في عهد أبي بكر المصحف القرآن المكتوب، فافتقد هاتين الآيتين ووجدهما عند خزيمة. أعندك غيرك يشهد؟ ما عندي غير يشهد. فتذكروا هذه القصة وأن شهادته بشهادة رسول الله هي إيه؟ فأخذوا منه القطعتين. أعود فأقول المكتوب. أما لو دخل واحد إلى مسجد رسول الله وهو ممتلئ بالصحابة فقال من منكم يحفظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم لارتفعت أيد الله أعلم كم، ولو قال قائل من منكم يحفظ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لارتفعت أيد الله أعلم كم. انتبهتوا؟ كل كلامنا على إيه؟ على القرآن المكتوب. لأنه بيجي واحد بيقول لك يا أخي شلون بتقول القرآن متواتر؟ هي زيد ما وجد هاتين الآيتين إلا وين؟ إلا عند خزيمة. معناتها هدول كم شخص؟ شخص واحد، وين التواتر؟ نقول له يا أخي تريث الكلام هنا على إيه؟ على المكتوب لا المحفوظ في الصدور.
انتبهنا كيف؟ أظن نكتفي بهذا القدر اليوم. اقتربت الإقامة، الأخ المسؤول باقي 5 دقائق. نعم. إذن سيدنا زيد، أريدكم أن تعوا ماذا عمل. ماذا عمل يا شباب؟ فقط فرغ القطع النبوية في صحف سميت الصحف الصديقية، دوره كان التفريغ وليس فيها أي اختراع أو إضافة أو نقص. أتصور أن بعض الإخوة يريدون أن يجددوا الوضوء، فنكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نتابع حديثنا من حيث وقفنا. السلام عليكم ورحمة الله.